نداول معاكم غادي نقول لكم شحال كنربحوا من اليوتيوب بالضبط كنربحوا هنا وعلاش عايشين وعلاش عايشين بوحدكم ما عايشينش مع والديكم كنبغيكم بزاف علاش عايشين بوحد دابا عايشين يوتيوبرز شوفوا نقول لكم حاجه يوتيوب يوتيوب فيه فلوس ما كاينش يوتيوبرز غادي يقول لكم شحال كيربح من اليوتيوب حنا اليوم واش لا فامي صافا عليكم راني كنتمناكم كاملين كاملين تكونوا بخير وعلى خير بغيت نقول لكم عشان مرحبا بكم في فيديو جديد كنقلتلو مع الثلاثه شوفوا هذا الفيديو هذا ما كاين لا تشالنج لا برانك لا لعبه لا والو هذا الفيديو بغيت نهضر معكم شويه بديت قبل ما ندير لكم بعدا لا فيديو بغيت نوضح لكم هذه اللعيبه هذه بزاف الدريات بزاف بنادم قال لي في فيديو المفاجاه حيت لبستو زعما الدريات نفعل ماشي انا زعما الدريات الدريات نديروا اللي بغينا هذا راه غير خطا الدراري كاملين لابسينهم هاد التريكو ديال الدراري خديتهم بوتيكات الدراري المهم الدراري كاملين اصلا عادي هو كيعتبر بان البنات يقدروا يديروا اي حاجه عادي انا عارف بلا ما تقولوا لي في الكومنت المهم دونك غادي ندخل لكم دابا عاود في صلب الموضوع ونقول لكم شنو الفكره ديال هاد لا فيديو هاد الفكره ديال هاد الفيديو هذا شويه مغايره علاش حطينا واحد التصويره في انستغرام ديال علي على فكره كيخليو لكم اخر ديال لا الفيسبوك اللي ما كيلقاوش لا احتاج كاين بزاف عاود المهم حطينا واحد التصويره في انستغرام وقلنا زعما سولونا شي اسئله وغنديروا فيديو في يوتيوب وكوم سا نجاوبوا عليكم على الاسئله المهمه وداك الشيء المهم سولوا الناس بزاف ديال الاسئله بزاف يعني تقريبا ما يقارب تقريبا شي 1000 سؤال ولكن اختارينا غير منهم غير شي اسئله اللي مهمين واللي كتكرر بزاف سي بور سا يعني بحال هاد الاسئله مثلا شحال كتخلصوا بهاد السؤال اللي من نهار بدينا هو كيجينا اللي هو شحال واش كتخلصوا من اليوتيوب شحال كتخلصوا من اليوتيوب عادي اما كبر شكون اللي كبير فينا اش كديروا في حياتكم شحال العمر ديالكم المهم هادشي كامل علاش عايشين بوحدكم في الدار السؤال تو كيجيني بزاف هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه في هاد الفيديو هذا والاهم الاهم بزاف كنركزوا عليه شحال كنربحوا من اليوتيوب القاضي اللي ما كيقولش اي يوتيوبرز اليوم والله الا غنصارحوا معكم وغنقول لكم كلشي المهم انا فاهم ما غاديش نطول عليكم غادي نبداو لكم باول سؤال المهم حنا راه خصنا شي اسئله مهمه وجوج انتم مازال شوفوا شي حاجه مازال كنتوا باغيين تعرفوا علينا ما نقدروا نديروا بارت ثانيه مثلا مع شي حاجه اخرى ما قلناش في هذا الفيديو هبطوا لي كومونتير وسولونا باش نديروا فيديو اخر نجاوبوا فيه على الاسئله ديالكم المهم حنا غادي نبداو باول سؤال شنو هو نبدا المهم مولات السؤال نقول السؤال ولا مولاتو لا قولي مولاتو المهم اشنو كديروا في حياتكم وكنبغيكم بزاف مريم دو بوان 34 شوف مريم هذا السؤال كيجيني بزاف اكثريه انا مريم حد ديما كندير لي فيديو كنقول كدير السونتر داكشي انا شنو كندير في حياتي انا قريت دوزون ديال في الفندقه في السونتر في الفندقه في عين البرجه قريت دوزون دابا اللي فاتو ودابا باقي ما عطاوناش الدبلوم دابا كنتسنى في الدبلوم راه ماشي بيطاري ماشي ما عندي بيد دار غير باقي ما خديتش الدبلوم انا ملي غناخد الدبلوم ان شاء الله نقدر نخدم به نقدر شي حاجه بحال هكا المهم عندك دبلوم سبورت اهم حاجه خاصك يكون عندك دبلوم مريم شنو كديري انا دابا دايره ليس جي اي العام الاول ان شاء الله هنا سونتر اللي كاين هنا ليس جي اي في كاين كيف المقاومه لتحت كيتلاقاو معايا بزاف صعب بنادم كيقراو عند السونتر حدا السونتر صافي ندوز دابا السؤال المهم بون دابا غادي ندوز السؤال الثاني اللي هو كيجينا حنا اختارنا الاسئله اللي كتجينا بزاف اللي هو معد منال ال اي واقيلا ما المهم قالت لينا علاش عايشين بوحدكم ما عايشينش مع والديكم كنبغيكم بزاف علاش عايشين بوحد دابا عايشين حنا ماشي حنا ما عايشينش بوحدنا حنا عايشين مع عائلتنا كامله وديجا قلتها في واحد لافيديو جوبونس شوف لهم بلاتي غنستغلو باش نقول السؤال الثاني شحال نتوما في الدار شوفوا كاين الوالد والوالده الله يخليهم لينا عايشين حنا كاملين في دار وحده وكاين انا ومريم واخونا الكبير عندنا اختنا مجوجه هذه دارها هي اللي كنديروا فيها هذه الفيديو باش كنبغوا نديروا شي فيديو بحال هكا غير كنديروا كنجوا لهنايا وانايا يعني في طبيعتي مع الدار هنايا خاوي وكاين الكام في اناس بزاف كتبغي تحفظ كندير لا انا مقلب كنجي هنايا كنحفظ يعني الماجوريتي ديال الايامات ديالي كنعيشوا انا هنا في هذه الدار هذه كنمشي نحفظ وترجع كيجي لي علي وكنرجع علي كنبغي انا نتسنى منه كنجي هنايا هو عاد باش كيتبعني وكيجيب البساله ديالو سيستا يعني بوه. انا ما كندوش في سيدي مهم بزاف كندوز حنا راه عايشين مع والدينا ماشي كل واحد عايش بوحدو عايش مع الوالد والده اخونا الكبير وهذا الشيء اللي مريح هذا الشيء الطال ديال حمله المهم غندوز شوفوا بعدا غادي نجاوب على ثلاث اسئله في دقه واحده حتى هما كيجوني بزاف باش بلا ما يكون الفيديو طويل بزاف السؤال الاول هو باش كتمونطي واش بالتليفون ولا بيسي والسؤال الثاني اللي هو شحال في عمركم والسؤال الثالث كيفاش جاتكم الفكره شوفوا
واحد القليل اللي كنظن عمرش يوتيوبرز واصل 400,000 بهذه الطريقه اللي هذه اللي هي كنصور بتليفون وكنمونطي بتليفون. واخا عيني لا كاليتي ناقصه كاينين راه كاين ماشي ناقصه غير مقارنه مع كون صورتي بكاميرا ناقصه. ولكن الحمد لله كاين اللي شاري كاميرا بشحال وبشحال بشحال كنا عنده بزاف الكاميرات وكذا وهذه، ولكن يعني ما بقاتش في التصوير، ما بقاتش في داكشي يعني بنادم خاص يعني في الفكره، وانك تمشي على حسب لي مويان اللي عندك. يعني غير بالتليفون دابا انا والله الا التليفون هذا اقسم بالله احتياجيه تقريبا شي 5 سنين وكثر هو عندي. اكثر مني اكثر من يعني كما قلت لكم التليفون عرفتي شحال هذه هو عندي بزاف 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 كيف وصافي. المهم نجاوب على السؤال الثاني، كيف ما قلت يمكن صور بالتليفون كان مونطي بالتليفون، تليفون اللي قديم ما كانش عندك رسميه الاشهار وداكشي. ثاني حاجه شنو هي؟ قلتيها. لا قلت كان مونطي بالتليفون داكشي. وشنو السؤال الاخر؟ كيفاش تكون فكرتها؟ شحال عمرنا؟ انا عندي مريم عندها 19 عام، انا عندي 21 عام وطالع 22 عام. سمعوا انا اكبر من مريم، انا اكبر من مريم بثلاث سنين. السؤال الاخر اللي هو كيفاش جاتني الفكره. شوفوا اي واحد يقدر يولي يوتيوبر بتليفون. حنا اقسم بالله مع بيسي عمري بيسي نقول لكم كلوح بالفيديو، اما بالتليفون ديالك تقدر تولي يوتيوبر والحمد لله. يعني دابا قالت لك كيف جاتك الفكره تدخلتي اليوتيوب؟ راه الموضوع كيز الموضوع. دابا اسكت خلي انا ندوي. لا وصافي عالي ما يقارب يعني نص مليون ديال الزابوني. يلاه دوي انت وانا غندوي. ما يقارب نجي شحال قلت الصداع، ما يقارب نص مليون اللي زابوني عندنا غير بالتليفون. كيصاوب التليفون نص مليون 400,000 باقي هو مقنع ولا 500,000 نص مليون. عندك كيفاش جاتني الفكره؟ شوفوا كنت فهاد السؤال توكلني بزاف. كنت كندير في الاول لي فيديو لراسي، كنت كندير لي فيديو ديال الاغاني وكذا. واحد النهار وانا لا في الانستغرام ما قالك دابا يوتيوب. حيت انا بديت في الانستغرام. واحد النهار حنا لقيت واحد الاغنيه فيها صوت الدري ودريه، قلت لمريم دبر لي شي دريه دير معايا. قالت لي اجي علاش ما نديرش معاك انا؟ قلت لها واش عارفي؟ قالت لي بون لحنا فيديو بجوج صافي عجب الناس، بقينا ديما كنديروا الاغاني. واحد النهار وانا نلوح واحد المقلب في الانستغرام. بون شوفوا اي واحد بغى يبدا يا في فيسبوك يا في انستغرام، اما باش تجيني انا ندخل اليوتيوب راه ما غاديش شي حد يدعمك، شي حد عنده فالورز خاص. لا ابار لاش خاصكم تجمعوا شويه الناس في الانستغرام باش دوك الناس تقول لهم دخلوا تابونوا عندنا في يوتيوب. اما نجيتينيش انا وحليتي شي في يوتيوب وبغيت تبدا فيها راك ما غاديش تبدا ما والو. يعني خاصك بحال واحد شي حد يعاونك. شوفوا اي واحد باغي يولي يوتيوبر يبدا في الانستغرام يا في فيسبوك باش يجمع واحد شويه الناس، على الاقل واحد يجمع غير 10,000 واحد. الانستغرام اسهل، عرفتي الفيسبوك شحال واحد عنده وما جامعش فيه، ما جامعش فيه لي زابوني عندي في الانستغرام. الفيسبوك فيه لي زانفيتاسيون، انستغرام لا فيه ابونو دي زابونو سداش مازال. هادشي اللي بغيت نوضح لهم. شوفوا اي واحد باغي يولي يوتيوبر يبدا عاودتها 20,000 مره يبدا في الانستغرام. كنوضح عليها حيت حنا بدينا في الانستغرام. اي واحد عاوتاني تو بغيت هو يكمل في شي حاجه، اي حاجه ماشي غير هادشي ديال المقالب داكشي، يبدا في الانستغرام. مهم مهم مهم. دابا غادي ندوزو للسؤال الرابع ياك ولا معرفت الخامس؟ المهم حنا ما جاديش ترتيب. السؤال ديال هند عبد الحق. هاد السؤال مهم ناري من نهار بدينا، هو كيجينا هاد السؤال هذا. وصافي هند عبد الحق، شحال اكبر مبلغ خديتو من يوتيوب؟ شوفوا عرفتوا القضيه ديال شحال كنربحوا من اليوتيوب؟ ما كاينش يوتيوبرز. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، يوتيوب فيه فلوس. ما كاينش يوتيوبرز غادي يقول لكم شحال كيربح من اليوتيوب. حنا اليوم حنا ولينا عائله وحده وحنا دابا مريحين داويين معاكم، غادي نقول لكم شحال كنربحوا من اليوتيوب بالضبط. كنربحوا ما بين هذاك الشيء ديال والفائز. شوفوا والله غادي نقول لكم الصراحه، كنربحوا ما بين 60,000 ريال حتى المليون. يعني على حسب عاود لي فيو وعلى حسب لي فيديو. كاين يوتيوبرز ما غاديش يقول لكم الصراحه، كيقول لكم كنربح بين 30,000 ريال حتى 40,000 ريال حتى 50,000 ريال. شوفوا كذوب، يوتيوب فيه الفلوس. شوفوا حنا غير بالتليفون كنصور بالتليفون، كنعطي بالتليفون وعندنا غير 400,000 ابوني، وكنصوروا ما بين 60,000 ريال حتى المليون. كاين شحال جاتنا فيه مليون، شحال جاتنا فيه 60، شحال جاتنا فيه 100 120 130 140 في الشهر. يعني راه يوتيوب اللي كيقول لك فيه فلوس. انا نص شوب جبيل. ومريم راه ما كتاخذش كل جالي تذك. مريم راه كيسولوني بزاف، كيقولوا لي زعما بانت عليك فلوس يوتيوب ولا ما عرفتش. مريم اش كدير كاع في هاد لي فيديو؟ اش كدير؟ ابار انا ما كناخذش من عند عالي شي حاجه، فهمتي فلوس ديالي. حيت مريم قالت لك شي حاجه انا ما جاتش بكتافها. انا باغا ان شاء الله كيقول لي معول على يوتيوب، انا ان شاء الله باغا نعول على خدمتي وعلى شحال من حاجه. داكشي علاش كنقرا، يعني كون كنت معول على يوتيوب راه انا غنمشي ندير شامب وحديتي وندير في هذاك الشيء تاع البنات ونحبس من القرايه. انا باغا نكمل قرايتي وباغا ان شاء الله ناخذ الفلوس اللي غتكون حلال عينا ناخذها، واخا حتى فلوس حلال. واخا اللي كندير مجهود كناكل العصا وصافي اسكت. غير دابا حيت انا باقا عاود يلاه كنقراو داك الشيء كندير
ديباني مع دعالي فهمتي اللي بغيت شي حاجه اللي بغيت نتكسه هو كيمشي يكسيني بقيت كنقول بابا اجي كسيني الطرام هو اللي كيخلصو يعني اغلبيه الحوايج هو اللي كيخلص ليش كنصرف عليها اوكي ومالك بزز عليك غير المكان ما كنقسمش انا بون سمعوا راه بزاف اليوتيوبرز كيكذبوا عليكم نقول لكم ما كنربحوش فلوس من اليوتيوب راه اي واحد داخل اليوتيوب فيت 100000 ابوني راه كيدخل الزبابه ديال الفلوس الحمد لله الحمد لله خصهم الزبابه ديال الفلوس كاين اللي ما عندوش لي في كاين شي لا حنا اللي داوي 1000 2000 سي بور صافي شوفوا كما قلت لكم حنا غير بالتليفون وشحال كنربحوا بين 60 للمليون ابار بنظركم كل عندهم مليون ابوني 3 مليون ابوني كيدخلوا الزبابه ديال الفلوس عندهم لي في بزاف بون هادشي اللي بغيت نقول لكم كيكذبوا عليكم كيقول لكم كنربحوا حيت شفت بزاف ديال اليوتيوبرز كيكذبوا عليكم كيقول لكم كنربحوا بيدات وكيتيقهم بنادم راه يوتيوب فيه الفلوس شوفوا حنا كنربحوا بين 60000 ريال حتى المليون في الشهر شوف هاد السؤال هذا ما كنتش بغيت ندوزو غندوزو واش مريم حادقة غيزلا او ال واش مريم حادقة شوفوا مريم زرقاء حتى الوالدة كتقول لك تقول لها شوفي بنيتي راك زرقاء في الطياب سيري خليتيني بوحدي بزيادة مريم زرقاء ما تفقناش بدا بقى تضلعك الدرني النور هو اللي جبدني عرفتي اي واحد تلقى مع مريم ما حادقة صافي حفلها اسيدي انا ما حادقة ديما الوالدة كتقول لها واش انا عارف داك عاد شوف هبطوا لي كوموند نقولها بنيتي يا مريم راك زرقاء مهم زرقاء في حداقه في اللون وفي كل شيء سيري سيري مهم دريه رجاء شي حاجه واش مصاحبه وي مريم مصاحبه والله مصاحبه مهم عادي بالمناسبه مناسبه مصاحبه وعندي بنات صحاباتي غنذكر الاسم ديالهم مهم مصاحبه مع سلمى احسان يا ربي ما نسيت وحده سلمى احسان ناديه اكرام وعندي فاطمة زهرة بنت عمي حتى هي اكثر من صاحبتي هادو بنت عمي فاطمة زهرة بنت عمي المهم عندي خمسه صحاباتي هما هادو اللي فريمون كنتمنى لاي وحده شي صحابات بحالهم فريمون بزاف وصافي المرض راه كنطاقيهم عندي في انستغرام وداكشي المهم كنبغيكم من هنا عرفتي طولنا بالاسئله وكي ماشي مشكل عادي مو الاسئله المهم هذه ايمان كبيده الله عمركم شي نهار قريتوا شي كومونتير ولا ميساج وبقى فيكم الحال كنقراوهم لا هو مليح القرا كنقراوهم كاينين بزاف كاين سبان من طنطن ولكن كاع كاينين دي باج فيسبوك اللي وحده فيديو ديالنا كندخل يعني راه اي مغربي في البلاد اللي كومونتير يقرا واخا ما زعما كنحاول نقرا كلشي كاين المعيور وخصوصا انايا المعيور وهادي راجل وداك الشيء ولكن كيبقى فيك الحال واحد ديك خمسة دقائق فاش كيف زعما عاود كتقراهم ولكن ابخي صافي بالعكس عرفتي انا اقسم بالله العلي العظيم يوم ما كنتسوق هضره بنادم ما كتدخلش من هنا باش تخرج من هنا وانت دري اما انا شويه كيبقى نقول لكم حاجه بحال الهضره اللي كتوصلني انا باغي تشهر على ظهر اختك اللي ما لقى ما يدير يجيب اختو يبدا يدير هو لي فيديو اسيدي كنكون غاده في الزنقه وداك المعيور ديال الزنقه عرفتي اش كيقولوا معايا صحاباتي كيشوفوها دايزه بحال هكا كيبداو يقولوا سبسكرايب بحال فهمتي بحال حنا زعما كنقولوا سبسكرايب شوف الناس اللي كيعايروا اقسم بالله الهضره ما عادي بحال اي واحد كيهضر يعني كل واحد كيبين على المستوى ديالو من الان مثلا شي واحد انتقدنا حنا كنشوفوا لك الانتقادات اللي زوينين اما شي واحد زعما غيبدا يسب فينا كيما قلت لكم انا كنبغي نتشهر على ظهر اختك كذا هادي والله يوم ما كنتسوق بالعكس كيقول كل واحد قد ما كنعدوا هذا المعيور هذا قد ما كيكون ناجح شنو كيربحوا زعما كيسحبوا راسه بغا يفشلونه الجامي مازال المقاليب مريم ومازال داك فشلونه عرفوا لا وعرفتي صافي طولنا الفيديو بزاف صافي غنجاوبوا على هذا السؤال هذا وصافي اللي هو اشنو باغين ديروا هنا المستقبل ديالكم المهم غنبدا بالنسبه لي انا من هنا لقدام المهم غنبدا بالنسبه لي انا شنو باغي ندير ان شاء الله انا يا حصري قريب ان شاء الله غادي نخرج لكم اغنيه ديالي اللي غادي الثانيه الاولى كاع محسوبه اغنيه ان شاء الله اغنيه غادي تخرج مورا رمضان بون باغيكم كاملين تسناو ان شاء الله غتعجبكم وصافي هادشي اللي باغي ندير شتي انا راسي خاوي بنادم ما عرف شنو باغي يدير من القدام وكذا انا باغي نبان لي مغني مزيان تحلم مزيان تحلم بحال مريم حلمت تد البيرمي عرفتي شنو سمعوا والله تد العيبه نقول لكم بصح كنت كنكون مريح انا ومريم كانت عليك تقول لي كدور بروميان وكديماري ملي كتسيبت كدوز بيرمي كتجي عندك تقول لي كتشعل الفار كتطفي الضوء حامضين لا فاش كنت كندوز بيرم يعني انا ما كنتش عمري جربت شي حاجه سميتها السقوط ما كنتش باغي نسقط بون حنا بون نقول لكم شنو المحتوى شنو كنا باغي نقول لكم في هذا السؤال هو انا باغي نولي ان شاء الله من القدام مغني مريم كان الحلم ديال دوز بيرم دوز يا جوج دابا ماشي هذا غير حلم صغير دابا شنو الحلم ديال دري خلينا نختموا المهم انا عاود باغي اهم حاجه كملي
باينه الحلم باغي المهم باغي عاود نكمل قرايتي اهم حاجه لي سي ناس كاع ما كيفكروا في القرايه هذه ثاني حاجه المهم باغي عاود نكمل قرايتي ان شاء الله ونجح فيها مزيان 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 ماشي زعما ننجح في السونتر ولا شي حاجه المهم ننجح في قرايتي من القدام ونكمل يعني لا ليسونس بروفيسيونيل وشحال من حاجه وصافي اسكت نكمل لا ليسونس بروفيسيونيل ديالتي ان شاء الله ونكون زعما صافي بون غادي نقول لكم اليوم باسكو شي سؤال ليك ندير لكم ها هيمتى هيمتى غتزوج مريم ما دخلت على السؤال مريم مريم ان شاء الله غتزوج في الصيف غتزوجي في الصيف قلتيني فريس لا لا شوفوا شوفوا راه ما كاين لا زواج علاش لا تزوج بلاتي يلا سيري انا ما كنفكرش اي غنبدا ديك الفلسفه ديالها لا ما كنفكرش بتاتا في هذا الموضوع اول حاجه انا باقا صغيره دوك كاين شي وحده 19 عام قلت باغي نكمل قرايتي هادي قلتها قبيله ديالها معروفه باقي يعني صغيره على الزواج واش ما تعرف طيب ما تعرف دير حتى حاجه غادي تزوج هادي اول حاجه ديك الغوله حلوفة مرتدي لدي المليون كتعرف تدير والو والله يعني باقا صغيرة بزاف بزاف على الزواج وباقي ما عنديش العقل ديالي خاوي من هاد الفكرة هادي بتاتا واللي عجبني في انستغرام هو بنادم كيسول ولي الفان ديالنا الحقيقيين كيدخلو كيجاوبو بحال دابا هادي اللي قالت امتى غتزوج مريم دخلت واحد الفان ديالي جوبونس مكاينش سميها قالت لها ديجا جعفر الخطاب وبدات كتجاوبها قالت لها راه ديجا جعفر الخطاب شوفو ما فهمتش هاد الخطاب اللي كيشوف مريم اش كيشوف هادي دايره بحال هكا شوفو شوفو دابا تا كتقول لي كومون جاوبو قولي علاش الخطاب كيجي فيا واش دابا هذا واش اللي غيتزوج مريم غيبقى كل نهار في الصباح غيشوف بحال هاد الدوشه المهم لا فامي صافي سالينا شوفوا الا بغيتوا نزيد الفيديو تحاسبوا شوفوا الا بغيتوا بارت ثانيه خلونا الاسئله ديالكم في لي كومونتير لتحت هاد المره غنعتمدوا على لي كومونتير ديال يوتيوب وكل سؤال غادي نذكروا سميت لاشين ديالو بون لا فامي كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو واخا ممل واحد شويه ولكن صافي المهم تعرفتوا علينا اكثر واللي ما عارف شي حاجه كيف ما قلت لكم يهبط لتحت لي كومونتير وقولوا لنا تواصلوا معنا على حساب فيسبوك الانستغرام تما كنخليو اليوميات ديالنا ديما كنخلي لكم الفيسبوك هنا والانستغرام هنا ولا ما عارف الانستغرام هنا والفيسبوك يلا الشعبي الشعبي تهلاو في ريوسكم و صافي خليكم مع اغنيتي في الاخر اغنيتو دابا 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 بيس